مختبر اليوم بعنوان Polymerase Chain Reaction PCR. PCR is a rapid and sensitive in vitro molecular method used to amplify and detect a sequence of DNA in samples. Polymerase chain reaction, it's called polymerase because the only enzyme in this reaction is DNA polymerase. And it's called a chain because the PCR is exponentially progressing reaction. الرياكشن كومبوننت هي عبارة عن التارجت دي ان اي بير اوف برايمرز ديوكسي نيوكليوتيد تراي فوسفيت ثرمو ستيبل دي ان اي بوليميريز ماجنيسيوم ايون اند بافر سوليوشن. التارجت دي ان اي هو الدي ان اي اللي نستخلصه من السامبل. البير اوف برايمر يعني نحتاج زوج من البرايمرات اللي هو احدهم فورورد والاخر ريفيرس، فهذا يعتبر زوج من البرايمرات. البرايمر هو عبارة عن أوليغونيوكليتايد. أيضا نحتاج الديوكسينيوكليتايد ترايفوسفيت وهي عبارة عن البلدينج بلوك أوف دي إن إي. نحتاج ثرموستيبل دي إن إي بوليميريز، هذا الإنزيم هو الكاتالايز ذا رياكشن، وعادة هو يكون ثرموستيبل يتحمل درجات حرارة معينة على مود يسوي عملية البوليميرايزيشن أوف دي إن إي وتضاعف الدي إن إي. المغنيسيوم أيون هو الكوفاكتور أوف ذا إنزيم، والبفر سوليوشن هو اللي يوفر او مانتين the pH and ionic strength that suitable for the reaction. ال PCR reaction occur in three steps: denaturation, annealing and extension. Denaturation occur at 95 degree to separate the two strands of template DNA. اذا الغرض من denaturation هو لفصل شريطي DNA. الخطوة الثانية هي annealing occur at 56 degree. The primer attached to the DNA. A primer are located on opposite DNA strand, flanking the region to be amplified. They bind specifically to complementary DNA sequence at the target site. بمعنى إنه أني البرايمرات، أنا عندي زوج من البرايمر، كل برايمر حيرتبط على أحد أشرطة DNA. وحيرتبطون بشكل حيرتبطون بالمنطقة اللي هي flanking للregion of to be amplified، ويكون عادة هذا الارتباط to complementary sequence، يعني كل primer حيرتبط بالsequence اللي هي تكون complementary للprimer. Each one of the primer of PCR need to be about 18 to 30 nucleotide long and have similar GC content so that they anneal to their complementary sequence at similar temperature. من شروط البرايمر انه طوله يتراوح من 18 الى 30 نيوكليتيدة، ويكون عادة البرايمرات الزوج البرايمر الفورورد والريفيرس يكون المحتوى مع جي سي مالتهم يعني عدد الجوانين وعدد السيتوسين بيناتهم بين الفورورد والريفيرس يكون متشابه حتى يرتبطون بنفس الانيلنج تمبريتشر، حتى اثنينهم ممكن يرتبطون بالتارجت بنفس درجة الحرارة اللي هي 56 تقريبا. اخيرا الاكستنشن اكر 72 ديجري، والدي ان اي بوليميريز هنا حيقوم بعمليه البوليمرايزيشن سينثيسايز ذا نيو دي ان اي ستراند اللي تكون كومبلمنتري تو ذا تمبلت. هذه الخطوات الثلاثه تيناتشوريشن والانيلينج والاكستنشن حيصير بيها ريبيتد سيفرال تايم على مود يصير عندي امبليفيكيشن للاوريجينال دي ان اي تارجت. بعد الـ amplification of DNA بالـ polymerase chain reaction الناتج يسموه PCR product. الناتج من عملية الـ PCR هو PCR product، هذا حيخضع للترحيل الكهربائي الإلكتروفوريسيس باستخدام الأجروجل، والأجروجل يحتوي على فلوريسين داي اللي هي الإثيديوم برومايد تنطيني التألق تحت الـ UV. فنجي نسوي لودينج للسامبلات مالتنا بالـ well of gel، وحنرحلها بفولتية معينة وتيار معين تترحل. هنا حيكون كل ما تكون الـ DNA fragment large in size كل ما الميجريشن مالها يكون slower rate، بمعنى انه كل انه العلاقة عكسية بين حجم الـ DNA وبين المسافة اللي حيترحلها بالجل. فإذا كان حجمه كبير حيترحل مسافة قصيرة، بينما إذا كان حجمه صغير الـ DNA product أو الـ PCR product حيترحل لمسافة أكبر. شلون حنعرف الحجم مال العينة مالتنا مثلا بالشكل هنا انه حجمها 799 بيس بير او حجمها 616 بيس بير؟ هنا نقارنها ويا اللدر.
اللي هو يطلق عليه دي ان اي لدر او دي ان اي ماركر او دي ان اي ستاندر. هو عباره عن سيت اوف نون دي ان اي فراجمنتس وذ ديفرنت سايز. هو عباره عن دي ان اي فراجمنتس معلومه الاحجام. ايضا لو نحملها او نلودها بالحفره الاولى بالجل فهي حتعمل عمل الكنترول او عمل الستاندر. فمن تترحل حيكون تنفصل الى الاحجام المختلفه، وعن طريقها نقارن الحجم مال بي سي ار برودكت ويا اللدر على مود نعرف حجم البي سي ار برودكت الناتج من العينه مالتنا. بالنسبه للتايبس اوف بي سي ار عندنا احنا الكونفنشنال بي سي ار والريال تايم بي سي ار. الكونفنشنال بي سي ار هو اللي نتناوله بمختبر اليوم، بينما الريال تايم بي سي ار حتاخذوه بالمختبر القادم. بالنسبه للكونفنشنال بي سي ار يكون هناك عده انواع من الكونفنشنال بي سي ار: الهوت ستارت بي سي ار، النستد بي سي ار، السيمي نستد بي سي ار، المولتيبلكس بي سي ار، والريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار. بالنسبة لأول نوع من أنواع الكونفنشنال بي سي آر هو الهوت ستارت بي سي آر. الغرض من الهوت ستارت بي سي آر هو يمنع تكوين البرايمر دايمر. البرايمر دايمر هو عبارة عن سبيسيفيك بايندينج أوف برايمر، نتيجة أنه أثناء عملية الثرموسايكلينج أو أثناء عملية البي سي آر أحيانا الإنزيم يبدي يشتغل قبل لا يوصل إلى درجة حرارة معينة، فيصير عندي نون سبيسيفيك بايندينج أوف برايمر، هذا يسموه برايمر دايمر. عم تتخلص من البرايمر دايمر اما استخدم الميكانيكال هوت ستارت بي سي ار او استخدم النون ميكانيكال هوت ستارت بي سي ار. الميكانيكال هوت ستارت بي سي ار اقصد بها انه اثناء تحضير عمليه الكومبوننت اوف بي سي ار رياكشن اضيف كل المواد الخاصه بالتفاعل ما عدا الدي ان اي بوليمريز اضيفه بالخطوه ذا فيرست تيناتشوريشن ستيب، اضيفه في خطوه التيناتشوريشن على مود امنع انه يبدي يشتغل قبل لا توصل درجه الحراره الى 94 درجه سيليزيه. بينما بالنسبه للنون ميكانيكال هوت ستارت بي سي ار هنا اني استخدم دي ان اي بوليمريز، هو يكون نون اكتيف ويصير بي اكتيفيشن فقط عندما توصل الى درجة حرارة 94 درجة سيليزية، يلا يبدي يسوي امبليفيكيشن على مود اضمن انه ما يصير عندي نون سبيسيفيك بايندينج. بالنسبة للنوع الثامن الكونفنشنال بي سي ار هو النستد بي سي ار، والغرض منه هو زيادة السبيسيفيسيتي اوف تيست. النستد بي سي ار استخدم تو راوند اوف بي سي ار. الفيرست راوند انه اني استخدم بيها اكسترنال برايمر، بالسكند راوند استخدم انترنال برايمر. المقصود بالفيرست والسكند راوند انه اني عندي الدي ان اي ادخل الى البي سي ار، فهذه يسموها فيرست راوند. ورا ما ينتج عندي البي سي ار برودكت، هذا البي سي ار برودكت عامله معامله السامبل، فارجع البي سي ار برودكت الناتج من الفيرست راوند ادخله بالبي سي ار مره ثانيه. هنا أنا بس هستخدم internal primer. بالفيرست راوند استخدم external primer، بالسكند راوند استخدم internal primer. هذا النستد بي سي ار. بالنسبه للسيمي نستد بي سي ار هو يشبه النستد، الفرق انه بالفيرست راوند بي سي ار استخدم external primer ايضا، بينما بالسكند راوند بي سي ار استخدم pair of primer واحد منهم external اللي هو نفس بالفيرست راوند والاخر انترنال برايمر. هذا الغرض منه انه مثل ما ذكرت النست والسيمي نست انه انا ازيد السبيسيفيسيتي. بالنسبه للديسادفانتج اوف ذس ميثود انه انا اللي يكون مور تايم، انه انا استغرق وقت اطول، استخدم مواد اكثر، وايضا احتمال يصير عندي contamination باعتبار انه انا استخدم تو راوند اوف بي سي ار بدلا من راوند وحده اوف بي سي ار. النوع الثالث من الكونفنشنال بي سي ار هو المولتيبلكس بي سي ار. المولتيبلكس بي سي ار اقصد بانه اني اعمل ديتكشن المور ذان وان باثوجين ان ذا سيم تايم. على سبيل المثال عندي مثلا اني بلاد سامبل ودايت سسبكتد فايرال انفكشن، واريد اسوي ديتكشن للهيبتايتس بي والهيبتايتس سي والاتش اي في بنفس الوقت. فهنا اني بهالحاله ممكن انه بنفس الرن مال بي سي ار اسوي ديتكشن هاي الفيروسات الثلاثه، انه اني اسوي اكستراكشن للنيوكليك اسيد، ووراها انه بالبي سي ار استخدم مثلا اني عندي ثلاث فيروسات فاستخدم 3 بير اوف برايمر، استخدم 3 بير اوف برايمر، يعني استخدم
ثلاث ازواج من البرايمرات، كل زوج من البرايمرز الفيروس معين بنفس الوقت. فهنا انا اسوي ديتكشن المور ذان وان باثوجين ان ذا سيم رن ات ذا سيم تايم. النوع الاخير من الكونفنشنال بي سي ار هو الار تي بي سي ار او ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار. معلوم انه انا البي سي ار اي تارجت يدخل البي سي ار لازم يكون دي ان اي، اي شيء يدخل الى جهاز البي سي ار لازم يكون دي ان اي. هنا اذا انا عندي ار ان اي فايروسز شلون اسوي له بي سي ار؟ الجواب حيكون انه انا اذا عندي ار ان اي فايروسز فاسوي استخلاص للار ان اي، وراها الار ان اي يتحول الى كومبلمنتري دي ان اي، الار ان اي يتحول الى كومبلمنتري دي ان اي، وبعدها هذا الكومبلمنتري دي ان اي ممكن انه اشتغله بالبي سي ار على ديتكشن اوف ار ان اي فايروسز. فاذا الريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار يستخدم للار ان اي فايروسز. بالنسبه للادفانتج اوف بي سي ار هي كويك سريعه ريلايبل، ممكن نعتمد عليها، سنسيتيف وسبيسيفيك وريتيفلي ايزي، هي نوعا ما تعتبر سهله. الديسادفانتج اوف بي سي ار هي تحتاج الى اكوبمنت ومعدات واجهزه خاصه، وايضا تحتاج الى كاباسيتي بيلدينج خاصه، تحتاج الى مختبرات خاصه. ايضا بالنسبه للديز ادفانتج هي تحتاج الى استخدام الانترنال كنترول على مود اكسكلود الفولس نيجاتيف، لازم نستخدم انترنال كنترول اثناء البي سي ار. وايضا بالنسبه للانزيم التاك دي ان اي بوليميريز هو يعتبر اكسبنسيف، احيانا يصير عندي فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف اذا السامبل مالتي كان مثلا ستول او مثلا سامبل تشيو، فهنا يحتاج بروسيسنج خاص على مود اسوي عمليه البي سي ار، فيحتاج عمليه تحضيرات معينه لهذه السامبلات. ايضا بعض الاحيان انه إذا كانت الصبغة المستخدمة هي إثيديوم برومايد، فإحنا نعرف إن الإثيديوم برومايد هي كارسينوجينيك. حاليا هسه أكو صبغات أخرى غير إثيديوم برومايد ممكن استخدامها. وأيضا بالنسبة للبي سي آر no indication of pathogen viability، يعني أنا مثلا إذا كان عندي البي سي آر بوزيتيف فهنا هو ما يدل إنه الفيروس هو viable، يعني ما يدل إنه الفيروس هو بعده مستمر إلى القدرة إنه يعمل عملية يقوم بعملية الريبليكيشن، وما يدل انه الفيروس هو viable، فقط انه يذكر انه هذا الفيروس النيوكليك اسيد مالته موجود او غير موجود.